وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مراسلنا محمود جميل. أهلا بك محمود. يعني تضعنا في يعني المناخ العام لديك مهرجان العالمين، آخر الفعاليات ويعني الإقبال الجماهيري والحفلات المستقبلية خلال هذا الأسبوع. تحياتي لكم من مدينة العالمين الجديدة. لازال مهرجان العالمين يعلن عن المفاجآت وعن الفعاليات يوما تلو الآخر، يعني منذ قليل يعني نستعد الآن في هذه المنطقة في مدينة الألعاب الرياضية لاستقبال أول وفد جامعي من وزارة التعليم العالي الذي سيصل بعد قليل إلى هذه المنطقة، وهو التعاون الذي يتم بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بالأمس كنا نرى التعاون مع وزارة الصحة، واليوم نرى التعاون مع وزارة التعليم العالي وغيرها من المؤسسات للمشاركة في فعاليات مهرجان العالمين. نتحدث عن 150 طالب سيأتوا إلى هذه المنطقة في مدينة الألعاب الرياضية من مختلف الجامعات، سيمارسون بعض الأنشطة الرياضية سواء في ملعب كرة القدم أو البادل أو السلة، وأيضا يتم التجهيز من خلفي لمسرح الكورال للطلبة للمشاركة في هذا العرض الفني الذي سيكون بالمشاركة مع العروض الرياضية الأخرى. فبالتالي سنرى يعني أولى فعاليات وزارة التعليم العالي في مهرجان العالمين الجديدة، وكما تحدثنا تعاون كبير وجديد يأتي بين الشركة المتحدة ووزارة التعليم العالي. نتحدث أيضا عن أن إدارة المهرجان أعلنت عن الفعاليات المرتقبة في الأسبوع الثالث والتي ستشهد مباراة أساطير كرة القدم بين الأهلي والزمالك، وأيضا بطولة السلة وبطولة كرة الطائرة، بالإضافة إلى بعض الفعاليات المستمرة من الباراموتر وأيضا بعض الفعاليات الخاصة بالأنشطة الخاصة بوزارة الثقافة من العروض التنورة والفنون الشعبية والسيرك القومي. وكما تحدثتم أن الأربعاء القادم سيستضيف المسرح الروماني في المدينة التراثية حفل فرقة الأنفوشي، وهذه الفرقة أيضا التي لازالت تقدم بعض الفنون التراثية هنا في منطقة الألعاب يوميا على مدار الأسبوع، يعني حالة من الانبساط والفرحة للجماهير والزائرين الذين لازالوا يترددوا على الفعاليات المختلفة الموجودة. وهذا تعاون آخر أيضا بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة. نعم محمود، فعاليات متنوعة ومتباينة ما بين فنية ورياضية وترفيهية نتابعها معك يوما بيوم من العالمين. شكرا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.